السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومتابعي قناتي على اليوتيوب ومدونة محترفين المعلومات. اليوم سأقدم لكم شرح برنامج VPN Gate، وهو برنامج للحصول على VPN مجاني وسريع وآمن في نفس الوقت. أولا نقوم بالذهاب إلى هذا الموقع. بعد فتح هذه النافذة ننتظر هنا 5 ثواني كما تلاحظون لتخطي الإعلانات، ونضغط على سكايب أد. بعد الضغط على سكايب أد نتحول إلى هذه الصفحة ونضغط على داونلود ونتأكد أننا نستخدم ويندوز. ننتظر قليلا ننتظر نافذة التحميل. بعد ضغط على داونلود تظهر هذه النافذة. أنا قمت بتحميل البرنامج مسبقا، إذا سأقوم بفك الضغط على هذا البرنامج. ضغط على استخراج هنا فيظهر الملف بهذا الشكل، ونقوم بالتخريج من هنا. ننتظر قليلا. الآن بعد الضغط على أيقونة التنصيب تظهر لنا هذه النافذة بهذا الشكل. نضغط على Next و Yes، ثم نتأكد من اختيارنا Soft the Other VPN Linux، ثم Next، ثم I Agree، ثم Next و Next Next Next. هنا ننتظر قليلا لحين انتهاء من التنصيب. سأقوم بتوقيف التصوير وأعود لكم. بعد إتمام عملية التنصيب ها هي أيقونة البرنامج تظهر لنا بهذا الشكل. طبعا أولا نخرج من الـ VPN الذي أنا كان يعمل عندي. هنا ها هي أيقونة البرنامج. نضغط على VPN Gating، وهنا تظهر لائحة الـ VPN لأي دولة تحتاجها. أنا سأختار United States وثم أوكي، وهنا ننتظر الحين الاتصال. تم الاتصال الآن. الآن حصلنا على IP أمريكي، وللتأكد نذهب إلى موقع What is my IP. ها هو الاي بي وهو الدولة امريكا. الى هنا ينتهي شرح البرنامج، وادعوكم لزيارة مدونتنا على مدونتنا بلوجر محترفين المعلومات، ولا تنسوا الضغط على سبسكرايب والاشتراك بالقناة ليصلك كل ما هو جديد.